حتى لا اعمل تشيع قائمه على اثنين مرجعيه وشعار الحسين اذا انضربن بعد ما لنا علاقه. السفير الخامس هسه خلينا على السفير الخامس. لا السفير الخامس استمر على هذا الاسلوب، هذا الاسلوب انا ما احبه. طيب اسلوب انا وحده وحده اكمل 10 دقائق او اكثر. لا انا اجي لك سؤال وهنا لا لا بس اكمل انا شنو انا شنو خلاني الان انزل على السفير الخامس ليش؟ خلاص انا افتهمت وش اكثر. لا لا ما خلص الشيخ. لا انا سكتت، كتاب وقع عندي بالمكتبه، ربيته على صفحه، حاولت اسال اسئله ما حطاني جواب، قعدت ببيتي ما لي علاقه. لكن اللي حثني وخلاني الان انزل هاي النزله القويه لما اخرجوا بمناصبه كتاب السفير الخامس وسموك الشيخ الشيعي الكبير. احنا عندنا مراجع ما يسمونهم كبار، يطعنون بهم ويطعنون بشرفهم. انت طعنت بكتابك بشرف، ما طعنت جادلتهم علميا انه كيف نصر ما نصر، انت طعنت بشرف علماء. الشيخ بشير النجم طعنت بشرفه، وسيد علي السيستاني طعنت بنسبه، محمد سعيد الحكيم اتهمته كذا كذا. مو رأيي حتى انه تقول رأيي. السفير الخامس نقل اهداف. انا وكيل سيد محمد الصدر، بدايه انا صحيح ولدت في الكماليون في البلديات، وانتقلنا للكماليون وانا صغير، حتى صحح بعض معلومات اللي عندي قبل ما تنشئ المعوقين، شارك جامع بالاخير. والتحقت بعد الانتفاضه للسعوديه مده سنتين برفعها. وانا رفعها التحقت بالاهوار مع حركه حزب الله لمده اشهر. مباشره انتقلت للحوزه العلميه بالنجف الاشرف واصبحت وكيل الشهيد السيد محمد الصدر وامام جمعه في قضاء الحي الى ما بعد استشهاده. وقمنا بعمل مسلح وطردت من قبل النظام وحكمت بالاعدام غيابيا وخرجت الى ايران 4/12/1999 ورجعت بعد سقوط النظام. فهي مسألة عميل اللي أنت تقولها هذا مردود عليك. هسه هاي السفير الخامس عبارة عن مشاهدات، أنا كنت معايش الأهداف. فاللي ذكرته مو آراء. خامس. لكن هاي عقيدة. لا. الإنسان يستطيع أن يشتري ويقرأه ويشوف ماذا يوجد داخله. عباس السيدي دافع عن عقيدة. أنا أصلا الاسم ما له علاقة باسم سفير الخامس. أنا دافعت عن عقيدة. أنت ذكرت شدائن فقط. لا لا أنا دافعت عن عقيدة. محمد الصدر صدر للمرجعية 1901. محمد الصدر ناس كسبوا أخلاقه. لا لا. أخلاق. ما يخالف هو الأخلاق، شنو الأخلاق؟ حسن الخلق هو يقول وضع الشيء في موضعه المناسب. طبعا يعني سب والشتم. لا انت ما تعلمني. وانا انزل الاخرين حتى انا اصعد. انا ليش انا لا انا قلت لك طلع لي سب وشتم. يا اخي يا اخي انت قلت على محمد باقر الحكي قلت عليه عميل. قلت عليه عميل لو لا. انا نقلت الكلمه عن السيد وكلمه عميل مو شتم مو ملاقين. هو محمد باقر الحكيم قال على السيد الصغير عميل. والله على ما اقول شنو عندك زين ابا سيف الوالد لما طلع قناه المشرق البحثيه ما يخصني ما يخصك ما يخصك ما يخص سويت فيه كتاب صفيت سبيل صدر والقاء اللي انت مدحت فيه او حتى مدحت ابو سيف الوالد بهذا الكتاب وابو سيف الوالد طلع القناه البحثيه هي قناه المشرق وقناه البغداديه وقال السيد السيستاني محمد سعيد الحكيم وبشير النجفي عملاء بريطانيا واسرائيل عندما تخرج هاي الكلمات بقنوات بحثيه وقنوات ناصريه ادخل على ابو سيف على الفيسبوك وتناقش فيها. يعني تبرأت من ابو سيف؟ لا تناقش. تبرأت؟ لا لا هذا تبرأت من كلامك؟ لا 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 ما اتبرأ منه ولا اتبرأ منه. يعني تؤمن بان السيد السيستاني عميل بريطانيا اسرائيل؟ ليش تثبت عليه كلام انا ما قلته؟ انت قلت لك تبرأت من كلامك؟ انا اعرف انت من ساعه من سالتني وقلت لي تبرأ من كلام محمد السيد محمد صادق الصدر ان بشير النجفي عميل قلت لك اتبرأ. قلت لك انا ما وافق السيد بهاي النسبة، مع العلم انا السيد احبه. والسيد من الصليت اللي خلفه بالجمعة الأخيرة نعم. واللي كنت ناصر إلى بعد السقوط ولكن عندما تفاجأت بأن السيد إذا هؤلاء طلابه إسماعيل الوائل اللي خرج بقناة بعثية ويتكلم بلغة شارع بلغة شارع بلغة عصابات إسماعيل الوائل أفندي والشيخ عباس الزيد يكتب هكذا كلام بذيء على مراجع وعلى مشايخ وين البديل؟ شو تنسب إليه البديل؟ وين البديل؟ البديل لما نقول قضايا لا أخلاقية في مدرسته إي السيد السيستاني تقول عنه أنه يعني نسبه مجهول يعني أنت الاحترام والحرب النظيفة حلوة. أنا حرب النظيفة حلوة. شوف القضية إنه أنت تحب الحرب النظيفة. إي حرب النظيفة. وأنا أقول لك في الشيء أكو نوبات الحرب من تكون نظيفة تكون في مأمن من الطرف الآخر. حرب الحوزة قذرة سيدي صدري. تدري ليش؟
اي ليش انت بتتزون هذا المستوى يعني؟ انا قلت مناسبه الصور من الساعه اللي التقطت بصوره سيئه والشخص اللي ضحكون يعني هاي زعيب وزحمه، هاي مو طريقه ولا حرب خالد. حرب شريفه هاي حرب بعد في لا 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 عبد الله عليه ما تنزل اي صوره ما تبدلش اكو فيديو وين يقدر يتعرض الصور وشو لا لا ماكو داعي تنزل صورتك انا منها لا ما انا من حتى بالعلم صفحتك فيها 36 صوره ماكو اشكال هاي صفحتك الشخصيه وانت ما عندك صور عادي ماكو اشكال محمد اليعقوب كل خطا حاط له صوره بكل ساحه ما بش ارجع على الساحه ولا ما تنسى نفسك خلاص انا صفحتي ما حاط بالشارع صوره يعني لا تحس انك خلينا بصفحتك انا اتفاخر احط صورتي لان انا اطبر على الحسين اتفاخر احط صورتي لان انا ازور الامام الحسين انا ولياء محمد ما ولياء الرجال ما ولياء الرجال يا اخي وبالمناسبة أختم حديثي يعني بقول الإمام علي عليه السلام بالكافر رواية صحيحة يقول وأسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها كيف يستضعف بعد بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا المتشتت عن الأصل النازلة بالفرع كل حزب منهم آخذ بغصن أينما مال الغصن مال معه مع إن الله وله الحمد سيجمع هؤلاء لشر يوم لبني أمية يجمعهم شر يوم لبني أمية ما لك علاقة لا فلان ولا فلان يا أخي أنا أطلب على الحسين هذا القضية بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا يحاسبني أنا أطلب إذا يحاسبني إذا أطلب أنا أعتبر تطبيق نوع من الحجامة وأكد لك والله العظيم أنا يعني صداع عندي بس من أمارس هذه الشعيرة صداع له وحتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كتب الجماعة والسنة يعتبر نوع من الحجامة يعتبر نوع من الحجامة ناس وصلت للموت اثنين ماتوا مدرسة الإمام الحسين يلي جيراني بالنجف مسألة شخصية حسين عبد الرضا شلاش تعرفه؟ عبد الرضا شلاش وي اي عالم من علمانا لا عبد الخضير يمكن عبد الرضا شلاش لا اي هم يعني بالمناسبه ماكو داعي للضحك والاستهزاء احد علمائنا هذا يقول انه شعار الحسين عليه السلام تحيا وان ادت الى القتل يعني حتى لو انسان يقتل روحه في سبيل الحسين جائز بس ماكو داعي انه طقوس وثنيه يعني ماكو داعي يعني انا مساله تطبير حرام اكتب عادي مساله خاصه بي يعني هواي من البحرين يحرمونه هواي من المشايخ السعوديه يحرمونه بس ما وصلت الى حد انه تعتبر طقوس وثنيه وحتى اللي طبر كان يعني يستهزئ به بالشارع ويسمى جاهل وساذج وباذاعه اختار احنا على وقتك حتى هم نختم المجلس بالله سبحانه وتعالى بس انا بدي اقول لك شيء انا معاهد نفسي منذ امد بعيد وهواوي تحررت من شو اسمه انه انا الدفاع عن نفسي شخصيا ما عاد يعني مرات الانسان يحتاج بموضوع معين يزكي نفسه انا قادر لانه انا عليه السلام انا كاتب واعرف شو اقول يعني بس انا من قضيه ارتبط يم عقيدتي اللي هي الامام ونائب الامام اللي انا اعتقده هو الشيخ يعقوب بدون منازل هذا وجهه نظري تحترم وجهه نظري انت وغيرك وتي تدخل النقاش ادخل وياك بالنقاش الى ما لا نهايه اللي تتجاوز علي وتطعن بمقدسات لا ذاك الوقت يا روح ما بعد تسوي يعني قتل تهديد بس راح اسوي تهديد اي نعم راح من تهديد هذا شنو انا يا روح ما بعد تروح يعني ما يعني انت هم تطعن بشعار الحسين هم اعتبره انا طعن بمقدسات لا لا هذا هاي مصادره على المطلوب مراجعنا العظام اعتبره طعن بمقدسات هاي مصادره على المطلوب انا ما طعنت بالشعار انا طعنت طعن الزهراء اعتبرها طعن بمقدساتي تطعن باي شعيره من شعائر البيت عليهم السلام طعن بمقدسات ومستعد اضحي روحي هاي مو شعائر هاي شعائر انا بيني وبين انا اعتقد شعائر انا اعتقد شعائر الاعتقاد مين يجي انت هم تعتقد الشيخ مقدس انا ما اعتقد هذا الاعتقاد